No.

مساء الخير حضرة العميد سهيل الكيلاني مساء الخير نحن ننتظر قليلا بعد في تقريبا أربع دقائق للبدء أظن أنه نحن في المباشر على المركز الديمقراطي العربي ولكن ننتظر قليلا لدخول المهتمين معنا ومن ثم نبدأ دورتنا المقررة لليوم ولنا شرف باستقبالكم صديق المركز الديمقراطي العربي العميد سهيل الكيلاني من بيروت شكرا مساء الخير دكتور مجددا للجميع مساء النور ننتظر قليلا حضرة العميد لن أؤخركم كثيرا تدعي على الأد بتكون صارت تسعة ومنبلش مش مشكلة. مش okay. مشكله ابدا أه حضرتك عامل شيرنج عميد أه ماشي الحال أه في اي صحيح موضوع لا لا ابدا مشي الحال أه كانت بس المشكله أه على طول التدابير أه الاستبائيه لانه بس نقلنا من الزوم جوجل ميت جوجل ميت أه في شويه اجراءات تقنيه عالجتها قبل بوقت وماشي الحال تمام طيب أنا ما بعرف الجمهور وين أه يمكن رمضان وتوقيت رمضان يعني نحن أه الأسبوع الماضي كان عنا ندوة وكان فيها حضور 40 شخص على جوجل ميت وكان مم. في تقريبا شيء أدن على اليوتيوب وعلى فيسبوك فما بعرف اليوم العالم وين الجمهور المرأة وين <applause> للمفارقة للمفارقة بنتي الصغيرة بين قوسين يعني عمرها حوالي 15 سنة وأتعرفت انه عندي محاضرة عن حقوق المرأة كان سجلت اعتراض الاعتراض انه كيف رجل بده يعطي محاضرة عن حقوق المرأة المفروض تكون مرأة تعطي أكثر بتكون انه <applause> حضرتك الداعم للمراه وللحق اجمالا والمراه هي جزء من هذا المجتمع ولها الحق بان يدافع عنها الرجل قبل المراه لان لا فرق برايي بين الرجل والمراه خصوصا من حيث حق المواطنه وحقوق الافراد فلا فرق بالنوع بينهما صحيح صحيح ما تفضلت به صحيح ودائما آه يعني آه اللي بيخليني آه مسرور بال بالمحاضرة معك أنه إجمالا أفكارنا بتكون متقاربة جدا وأحيانا بتستبقي الشيء <applause> اللي, اللي بدي أحكيه صحيح صحيح نحن, <applause> <applause> نحن سنتشوق لما ستقدمه حضرة العميد سهيل الكيلاني معنا اليوم ولكن ننتظر قليلا الآن تدخل الأستاذة نهيل معنا وهي أستاذة في التعليم المهني أيضا وهي امراه عصاميه ايضا مساء الخير استاذه نهيل وننتظر الاخرين ليكونوا معنا في هذه الدوره اليوم عن حقوق المراه اريد ان اقول في هذا الوقت بان لا يزال القصور قائما لجهه حقوق المراه في لبنان والدول العربيه ولا تزال معظم الدول على مستوى العالم عاجزه عن تطبيق احكام نصوص القانون الدولي بهذا الشان اريد ان اشدد على ان المراه هي نصف المجتمع لا بل هي كل المجتمع وتربي الجزء الاخر من المجتمع فهي صارت كل المجتمع لانه هي نص وهي اللي بتربي النص الثاني فصارت المجتمع باكمله آآ آآ كمان بدي اقول شيء انه آآ آآ المراه لعبت دورا محوريا في نهضه المجتمعات القديمه والحديثه أم خصوصاً إذا بدنا نجي نحكي بلبنان كان أول بلد يسمح للمرأة في الانتخاب وأول بلد يصبح أو أول وطن أو دولة تسمح للمرأة في خوض المعركة السياسية والانتخابات وإلى آخره. آه، اللافت إنه بمختلف جوانب الحياة المرأة كانت مصرة على الوقوف إلى جانب الرجل ومساندته لها مساندتها له على كونها عنصر أساسي في أحداث عمليات التغيير في هذه المجتمعات وأكيد نحن نسعى دائما للتغيير الإيجابي. ونسعى دائما الى مدى تمكن المراه من القيام بادوارها في المجتمع، فهي تشغل دور اساسي في بناء الاسره ورعايتها وايضا ليست فقط هي ام بل هي ايضا زوجه ومديره اسره ومديره وقد تصبح ايضا لها مراكز عديده اجتماعيه وسياسيه وفي شتى المجالات. وطبعا بناء على مؤهلاتها العلميه والثقافيه والاجتماعيه وبرزت المراه اللبنانيه اضافه الى المراه في الدول العربيه في مختلف الاصعده ولكن السؤال يبقى اليوم وهو ما سيجيب عليه حضره العميد في هذه الدوره هل نالت حقوقها في المجتمعات العربيه هل هي تنال حقوقها اليوم في لبنان هذا هو السؤال الذي ربما سندعو اليه او هل سيكون هناك تلبيه لاحترام القوانين وانقاذ هذه الحقوق تفضل مؤطر اليوم معنا ولنا الشرف بأن نستضيف حضرتكم كمؤطر ليست للمرة الأولى أكيد كما ذكرت في البداية حضرة العميد سهيل الكيلاني هو باحث في مجال الشرطة المجتمعية ومحاضر في الكلية الحربية في بيروت وسابقا وهو ايضا صديق للمركز الديمقراطي العربي وهذه الاطلاله الثالثه او الرابعه على ما اظن معنا في اداره التدريب ونتشكر وجودك دائما والمواضيع التي تطرحها ونحن اصرينا بان ربما نؤخر هذه الدوره لشهر اذار ليكون هو شهر المراه وتكون هذه المناسبه بعد مرور اليوم العالمي للمراه الذي كان منذ يومين. فالتاريخ كان مقصودا بان نضعه في شهر اذار ولك منا كل التشكرات لانك قبلت بهذا التاريخ واخرناك جيدا لتكون معنا اليوم. جزيل الشكر حضرة العميد تفضل نحن ننتظر ما ستقدمه لنا في محاور هذه الدورة شكرا بداية مثل ما يعني سابقا كان المفروض تنعطى المحاضرة بالربع الأخير من العام الماضي إنما الأحداث الأخيرة اللي صارت في غزة جعلتني أشعر بالأحباط وعلى أساسها طلبت منك دكتور هنا أنه نأخر المحاضرة لحين مثل ما بيقولوا شوي نستعيد أنفاسنا من اللي صار فسائبت أنه كمان حطيتوها بمناسبة اليوم المرأة العالمي وهيدي شغلة حلوة وأكيد انتبهت لها أنا بس كمان عندي نوع من ما بعرف كيف بدي فسرها مش تحفظ أو يعني المشكله اللي عم تصير عالميا كمان مش بس انه صايره مثل الترندات هي الايام مثلا يوم الشرطه العالمي يوم المراه العالمي يوم ما بعرف شو انه اوكي بتنتلى مواقع التواصل الاجتماعي بالعبارات التهنئه او ثاني يوم كانه شيئا لم يكن ومن ضمن الموضوع اللي عم نتناوله حقوق المرأة لأنه حسب ما حنشوف أنه للأسف هي مشكلة عالمية حتى بالدول الأوروبية أو الغربية وإن كان بنسبة أقل من باقي المجتمعات المحاضرة حتكون مقسمة لثلاث محاور مع خاتمة المحور الأول حماية القانونية للحقوق الأساسية للمرأة ثانيا وضع المراه في مجال اقامه العدل، ثالثا المراه في اوضاع النزاع المسلح، خاتمه استنتاج شخصي مع عرض ودراسه حاله من العنف حالات العنف الاسري اللي واجهتني اثناء خدمتي بمجال الشرطه الاقليميه للاسف كانت ضحيه من النساء آه وبدنا نعرض كيف كمان اثر البنيه الذهنيه والثقافه المجتمعيه على هالحالات هيدي بتتذكري آه دكتور هنا يمكن وقت آه كنا عم نعطي محاضرة مجالات عمل الشرطة المجتمعية إحدى المشاركات طلبت آه إذا في إمكانية أعطي دورة عن حقوق المرأة أو شيء بهالإطار جوابي وقتها كان أنه أنا مش متخصص بالقانون ولا بالقانون الدولي حتى بس كمان اللي بيعتبروا أنه من خلال خبرتي في مجال التعليم بالكلية الحربية يعني تحويل المادة القانونية حتى الجافة لمادة تعليمية والخبرة اللي مرقت فيها بالحربية يوم فرضوا علي انه نتيجه لالمامي بالانظمه والقوانين انه اعطي القانون الدولي الانساني اتفاقيات جنيف وقوانين الحرب أه وقتها مثل ما بيقولوا مصداقيتي كانت على المحك فعملت الكور أه مثل ما بنقول باللبناني دارج مثل الشاطر هون نفس الوضع اعتبرتها أه أه انه واجب المفروض نقدر أه المعلومات موجوده المفروض نوصلها بما انه ماده قانونيه جافه في عندنا ناحيه القانون الدولي الانساني اللي بيرعى المحاور الثلاثه الاساسيه هودي اجمالا اتفاقيات المعاهدات الدوليه استندت بشكل اساسي على سيس دي روفر آه كان مدير التعليم بالشرطه الهولنديه واشتغل مع الصليب الاحمر الدولي بوضع دليل الخدمه والحمايه وبالتالي يعني ما في يقول انه انا عم حقوق ملكيه فكريه او عم استعير من سيس دي روفر بس القانون الدولي هو زيته اللي عم نعرضه هي المنهجيه اللي هو مشي فيها بالاضافه اني حاعطي امثله من الوضع عنا بلبنان تحديدا. فاذا بنبلش بالمقدمه حقائق تتعلق بنوع الجنس في المجتمع. عم نحكي عن الحقوق الإنسانية للمرأة، المساواة هي الأساس الذي يقوم عليه كل مجتمع ديمقراطي حريص على العدالة وعلى حقوق الإنسان. وفي جميع المجتمعات تقريبا وجميع مجالات النشاط تتعرض النساء لضروب من عدم المساواة سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع. وقد نشأ هذا الوضع وتفاقم من جراء وجود تمييز في الأسرة والمجتمع ومكان العمل. ويستمر التمييز ضد المراه نتيجه لبقاء افكار نمطيه ثابته عند الرجال والنساء وثقافات ومعتقدات ضاره بالمراه. هون في شويه احصائيات على السريع هيدي ماخوذه من مصادر اللجنه الدوليه للصليب الاحمر نعملت الاحصائيات هيدي على ما اظن او حسب ما بتذكر عام 2010. فإذا إن عدد البلدان التي تتعامل نساءها على قدم المساواة مع الرجال ضئيل جدا، ولا تزال الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة شاسعة في معظم أجزاء العالم. فالنساء يشكلن النسبة الغالبة من فقراء العالم، وقد ارتفع عدد النساء اللاتي يعشن ظروف الفقر الريفية بنسبة 50% منذ عام 1975. كذلك، تمثل النساء النسبه الغالبه من الاميين في العالم. وتعمل المراه الافريقيه والاسيويه 13 ساعه في الاسبوع اكثر من الرجل دون ان تحصل على اجر يذكر. هيدي هون فيما خص عمل المراه الافريقيه والاسيويه مقصود فيهم تحديدا العاملات في مجال الخدمه المنزليه. وعلى النطاق العالمي تقل الاجور التي تحصل عليها المراه بنسبه تتراوح بين 30% و40% عن اجر الرجل الذي يؤدي نفس العمل وتشغل النساء ما يتراوح بين 10% و20% فقط من الوظائف القياديه والاداريه على نطاق العالم كله واقل من 20% من الوظائف في الصناعات التحويليه اما نسبه النساء بين رؤساء الدول في العالم فتقل عن 5%. وقد وصف التمييز ضد المراه بانه مرض قاتل فعدد النساء والبنات اللاتي يلقين حتفهن كل يوم نتيجه لشتى انواع او اشكال التمييز والعنف المرتبطه بنوع الجنس يزيد عن عدد اللاتي يلقين حتفهن نتيجه لاي نوع اخر من تجاوزات لحقوق الانسان وطبقا لارقام الامم المتحده تموت اكثر من مليون رضيعه سنويا من الاناث هون هي هون ناحية كثير مهمة بدي ننبه عليها انه بالعادة آه ليش من الاناث هن اللي يموتوا من نقص الرعاية الطبية لانه بالعقلية الذكورية المنتشرة في معظم ارجاء العالم الافضلية آه مش بس اقتصادية واجتماعية إنه اللي بيحمل اسم العائلة وبالتالي حتى الرعاية الطبية في حال نقص ندرة أو قلة الموارد المادية يفضل حرمان حتى الإناث من الرعاية الطبية الأخطر من هيك طيب وقتها الأثر النفسي اللي ممكن والتداعيات النفسية اللي ممكن تتركها هل قله الرعايه وانعدام الرعايه على الام نتيجه فقدانها لابنتها، والتداعيات اجمالا اللي بدها تكون كمان على الاسره. تعاني المراه اشد المعاناه في مجال اقامه العدل، ففي بلدان كثيره لا تتمتع المراه بنفس الحقوق القانونيه التي يتمتع بها الرجل، وتعامل بالتالي كمواطن كمواطنه من الدرجه الثانيه في الحقوق في مراكز الشرطه وقاعات المحاكم كما تكون المراه عند احتجازها او سجنها اكثر تعرضا من الرجال لمخاطر الاعتداء واكثر تعرضا بصفه خاصه لاشكال الايذاء المرتبطه بنوع الجنس ومنها الاعتداء الجنسي على سبيل المثال وكثيرا ما تحتجز النساء ويعذبن بل ويقتلن في بعض الاحيان لان اقارب لهن او اناسا يرتبطن بهم على علاقه بجماعه سياسيه معارضه او مطلوبون للسلطات وفي اوضاع الاضطرابات الداخليه تتعرض جميع حقوق الانسان وبخاصه حقوق المدنيين للخطر وتعاني النساء بصفه خاصه في هذه الاوضاع فسرعان ما يقعن في حبائل صراعات لا دخل لهن بها ويصبحن هدفا لعمليات القتل الانتقاميه وهن يشكلن معظم لاجئي العالم ومشرديه ويتحملن وحدهن عبء تربيه الاسره ويتعرضن للاغتصاب والاذاء الجنسي دون عقاب للجنات المحور الاول الحمايه القانونيه للمراه الاساسيه للمراه المساواه وعدم التمييز الاليات الدوليه لحمايه الحقوق الاساسيه للمراه والنقطه الثالثه العنف ضد المراه كما خص المساواه وعدم التمييز كان ميثاق الامم المتحده هون في عنا عشرة صقوق دوليه رح نستعرضهم فاذا اول ميثاق او اول صق هو ميثاق الامم المتحده اول صق قانوني دولي يؤكد صراحه المساواه بين الرجل والمراه في الحقوق ويحظر بالتالي التمييز على اساس نوع الجنس الى جانب العرق واللغه والدين وورد ذكر هذه الضمانات مرة اخرى في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعيه العامه للامم المتحده عام 1948 ومنذ ذلك الحين تم التاكيد وتوسيع المساواه بين المراه والرجل في الحقوق في عدد كبير من المعاهدات الدوليه لحقوق الانسان من ابرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. فالحقوق الوارده في هذين السقين تسري بالكامل على جميع النساء والرجال على حد سواء. شانها في ذلك شان الحقوق الوارده في اتفاقيه مناهضه التعذيب والاتفاقيه الدوليه للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. كذلك يرد حظر التمييز على اساس الجنس في اتفاقيه حقوق الطفل. وفي جميع المعاهدات الاقليميه لحقوق الانسان مثل الميثاق الافريقي في مادته الثانيه، الاتفاقيه الامريكيه الماده الاولى، الاتفاقيه الاوروبيه الماده الرابعه عشر. هون سؤال كثير مهم بينطرح. ماذا كان وجه الضروره اذا في وضع صق قانوني قائم بذاته بشان المراه؟ بما انه في عشر صكوك قانونيه دوليه. لقد رؤية أن من الضروري توفير وسائل إضافية لحماية الحقوق الإنسانية للمرأة بعد أن تبين أن مجرد كون المرأة إنسانا ليس كافيا لكفالة الحماية لحقوقها فالمرأة كما توضح ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتمتع بعد بحقوق متساوية مع الرجل والتمييز ضد المرأة لا يزال مستمرا في جميع المجتمعات وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 وبدأ نفاذها في العام 1981 وتنص المادة الأولى منها على ما يلي: يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر هون في عنا أربع نقاط ممكن نستنتجها أولا أو النقطة الأولى هذه الاتفاقية تعزز وتوسع الأحكام التي تتضمنها السقوط الدولية القائمة والرامية إلى مكافحة التمييز المستمر ضد المرأة وهي تحدد مجالات كثيره يوجد فيها تمييز معروف ضد المراه ومنها مثلا مجالات الحقوق السياسيه والزواج والاسره والتوظيف وفي هذه المجالات وغيرها من المجالات تحدد الاتفاقيه غايات وتدابير معينه يتعين على الدول الاطراف اتخاذها لت... لتسيير اقامه مجتمع عالمي تتمتع فيه المراه بمساواه كامله مع الرجل وتستطيع فيه بالتالي التمتع بجميع حقوق الانسان المكفوله لها. النقطة الثانية كما تطالب الاتفاقية الدول الاطراف ان تعترف بالاسهام الاقتصادي والاجتماعي الهام للمرأة في الاسرة والمجتمع ككل وتؤكد ان التمييز يعوق النمو الاقتصادي والازدهار وتعترف الاتفاقية بضرورة احداث تغيير في المواقف من خلال تربية الرجل والمرأة على تقبل المساواة في الحقوق والتغلب على الافكار المسبقه والممارسات القائمه على الادوار النمطيه التقليديه هون بدي ننبه على شغله فيما خص تغيير المواقف من خلال تربيه الرجل والمراه عندنا بالمجتمع اللبناني وحكما بمعظم المجتمعات العربيه وكثير من المجتمعات غير العربيه في آه بس احكيها على الطريقه اللبنانيه حسب السائد في عنا عبارة بتقول يي ما هو الصبي، هيدا بيقولوها وقتها بيكون في تمايز بيعطوا حقوق او امتيازات اكثر للصبي اكثر من البنت. والمؤسف أكثر إنه اللي بيستعمل هالتعبير هيدا هن من الإناث، يعني إن كان الأم أو الأخت. طيب آه هون آه فتنا بقصة إنه المواقف من خلال التربية. التربيه تبدا بممارسات مش بافعل او لا تفعل بالبيت من خلال التربيه المنزليه طيب آه يعني اذا هل الصبي هل هل او عفوا هل الذكر متعود انه بالبيت وعفوا على التعبير عنده ثلاث خادمات اللي هي والدته اخته وعامله الخدمه المنزليه طيب انه بالنهايه كمان ما ليش بنستغرب بعدين ليش عم يمارس هالعنف ضد المرأة بهالشكل ما من خلال التربية بلشت فإذا ومن السمات الأخرى البالغة الأهمية الاتفاقية اعترافها الصريح بضرورة تحقيق مساواة فعلية أي مساواة بحكم الواقع وليس بحكم القانون فقط لأنه يعني مثل ما حنشوف مجرد سن قوانين لن يكون كافياً لردع أعمال العنف والحاجة العالمي. عندي سؤال لو سمحت رح اطرحه هل تعتبر انه العاده والتفكير الذكوري غلب القانون في مجتمعنا؟ في مجتمعنا اكثر نعم نعم للاسف للاسف يعني دعيني اعطي مثلا يعني صحيح ما له علاقه بحقوق المراه بس قانون منع التدخين بالاماكن العامه اللي صدر كلنا بنعرف كان مجرد حبر على ورقه واخر شيء ما تطبق ايه للاسف انه في كثير قوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقها او الزاميه الزاميه تحقيقها اذا بدي اقول صحيح هون هون بندخل بقصه البنيه الذهنيه اللي على طول بحكي فيها للمجتمع وهيدي معنى اي ان ان المساواه يجب ان تكون بحكم الواقع وليس بحكم القانون فقط. وبالحاجه الى اتخاذ تدابير خاصه مؤقته لتحقيق تلك الغايه. وعلى خلاف معاهدات حقوق الانسان الرئيسيه الاخرى تقتضي اتفاقيه المراه من الدول الاطراف ان تتصدى لمقاومه التمييز في الحياه الخاصه والعلاقات الخاصة لمواطنيها دون الاقتصار على أنشطة القطاع العام هون بدي أعطي مثالين عن كمان التمييز ضد المرأة بالممارسات والعلاقات الخاصة للمواطنين في عنا بالأطراف بالعديد من المناطق اللبنانية مناطق الأطراف اراضي لا تزال غير ممسوحه اي لم تدخل اليها المساحه بشكل رسمي و وتصير رسميه مسجله في الدوائر المساحه رسميا السبب اللي تبين لي للاسف من وراء هالتصرف انه ليش لحديث هلا ما مسحوا الاراضي ما مسحوا الاراضي حتى لا ترث الانثى او الامراه من اهلها ولكي تكون ولكي يكون الارث محصورا عرفا بالرجال بالذكور فقط للاسف. الناحيه الثانيه او المثل الثاني الذي سوف اعطيه في هذا المجال عندما يكون هناك اي انتخابات سواء نيابيه او بلديه او غيرها مهما كانت او مهما بلغت المراه من الدرجه ارقى او اعلى الدرجات العلميه وتبوات اعلى المراكز الوظيفيه نلاحظ يتم استبعادها وتهميشها للاسف هذا واقع وهذا ما اتحدث عنه عن ضرورة التغيير مع أنه يعني بالسنين مش كثير بعيدة من يعني هيدي الفترة من عشر سنين إذا بدي أحكي اليوم بالانتخابات اللي صارت ان كان انتخابات بلديات كان في تقدم بنسبة مشاركة المرأة بالبلدية ولكن النسبة ما زالت خجولة إذا بدي أقول بالنسبة للموجودين الرجال الذكور وأيضا صحيح. بالانتخابات النيا كمان استقبل البرلمان اللبناني إذا بني غلطانة تسع نائبات جدد أو جديدات هلا موجودين بالبرلمان اللبناني وكمان هي نسبة كتير ضئيلة إذا أنا بدي أخدها على 180 فهي ما بتطلع نص مع أنه نحن لازم نكون مثل ما مناصفين في المجتمع مناصفين ايضا في كل المطارح والاماكن وحتى بمجلس النواب وغيره بالنسبة لمجلس الوزراء كمان كان في عنا ثمان وزيرات في الوزير بالحكومه السابقه وهلا ما <تصفح> بعرف قديش عددهم دي عددهم يمكن واحدة <يخوت. تصفح> اه اه. أو اثنين. طيب، الحكومة الحالية هي حكومة ذكورية، فقط صحيح لها. أه هون هون بدنا نشوف بقى. كمرأة لبنانية مع العالم هناك كثير أسماء للنساء لل... اللبنانيات القائدات المثابرات بكل النواحي ان كان اقتصاد ان كان سياسه، ان كان اجتماع، ان كان تجاره، ان كان رياده اعمال، فالهم اسمائهم. حتى مبارح كان في وجود للجمال اللبناني والثقافه اللبنانيه في ملكه جمال العالم التي كانت من حظ اللبنانيه، التي وصلت الى ان تكون الوصيفه الاولى في هذه المسابقه. فاذا نحن ما بينقصنا شيء. ولكن اللي بينقص الذكور بدي اسميهم ذكور وليس رجال لأنه الرجل هو مش اللي عم يشوفه بالحياة ولا هو اللي عم بيمارس هيدي الذكورية على المرأة والرجل شو بيقولوا الرجال كانوا كثير اللي عم يدعموا المراه وانا اليوم بدي اتشكر حضره العميد اللي فتح لنا هيدا المج هيد المجال واللي نقى او انتقى هيدي الدوره وهيدا العنوان ليحاضر لي فيها اليوم معنا وانا ما بعرفه على الصعيد الشخصي كثير لحضره العميد يمكن التقينا مره ولكن اللي بدي اقوله انه اظن انك داعم لحقوق المراه والا لن تدخل نفسك في هذه التساؤلات <applause> شو آه طبعا آه اكيد آه برجع باكد على شغلي التربيه الاسريه هي اساس آه اي شيء بالمجتمع والتربية برجع باكد عليها وحضرتك اختصاصي اختصاصية بالتربية وبتمنى تصححي لي اذا غلطت لانه بالنهاية كل حدا فينا شاطر باختصاصه. فالتربية مش هي عادات وتقاليد وغيرها يكتسبها المرء من بيئته، من محيطه، من بيته، من اسرته تحديدا وبتكون تقليد لل الوالدين لسلوك وتصرفات الوالدين وليس تلقين افعل او لا تفعل على الاساس فينا نقول باللبناني بنشكر الله انه الحمد لله ربينا بهيك بيئه بهيك اسره او والكمان الاهم من هيك انه اتيحت لنا الفرص ولا تزال حتى قدر الامكان قدر الطاقه والمستطاع انه ننشر هالثقافه هيدي بين اكبر عدد ممكن من الناس فاذا نتابع نرجع على اتفاقيه المراه في أولى التحديات صدق معظم بلدان العالم على اتفاقية المرأة وكان يمكن أن يكون عدد الدول الأطراف المصدقة حد بدك بسلايد و... لأنه ما نقلت أو بعدك. صحيح yeah. لا بعدني المفروض بعدني فيها. بالسابعة المفروض صح... صحيح المفروض بعدني فيها السلايد السابعة صحيح تفضل أه صدق معظم بلدان العالم على اتفاقية المرأة وكان يمكن أن يكون عدد دول الأطراف مؤشرا على وجود التزام حقيقي بإنهاء التمييز القائم على نوع الجنس لو لم تكن دول كثيرة قد أعلنت تحفظات على الاتفاقية أه فيما خص قانون حقوق الإنسان فإن إجراء وضع التحفظات يستهدم دعم قضية قضية حقوق الإنسان عن طريق السماح باستثناء بعض ضمانات حقوق الإنسان التي لا تستطيع الحكومات أن تتعهد بها فورا وبالكامل هون أه بحق يمكن يعملوا تحفظات هيدا بالحالات أه عم نحكي عن سائر المعاهدات وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان إنما على مستوى قضية أه اتفاقية المرأة أه سارع كثير من الجدل حول التحفظات على اتفاقيه المراه حيث كان عدد التحفظات التي ابديت على هذا الساق اكبر منه بالنسبه لاي معاهده اخرى ومعظم هذه التحفظات يبدو منافيا لمقاصد الاتفاقيه والغرض منها فبعض التحفظات على سبيل المثال ينصب على المبدا العام لعدم التمييز نفسه على حين تحاول تحفظات اخرى تقييد احكام الاتفاقيه التي تكفل للمراه حقوقا متساويه في المسائل المتعلقه بالاسره والمواطنه والاهليه القانونيه. مثل ما بنعرف مش كل الدول مثل بعضها، أه قلت حضرتك يمكن لبنان كان من بداية الدول اللي اعطى الحق للمراه بالانتخاب والحياه خوض الحياه السياسيه، هون في أن أه كان تحفظات على المسائل المتعلقه بالاسره والمواطنه والاهليه القانونيه. وبعض التحفظات كان غامضا وفضفاض الى الحد الذي يصعب معه معرفه المجال الذي تنطبق عليه. ويمكن لمثل هذه التحفظات الجوهريه ان تحد بشده من الالتزامات التي تعهدت بها الدول المتحفظه، وان تضعف بالتالي مقاصد الاتفاقيه والغرض منها. وقد اصبحت مساله التحفظات على اتفاقيه المراه قضيه سياسيه داخل الجمعيه العامه للامم المتحده. واللجنه المعنيه بوضع المراه غير ان الدول الاطراف في الاتفاقيه لم تمارس حتى الان حقها في تحديد ضوابط تحكم مقبوليه تحفظات التي يظهر انها تضعف الالتزام بتنفيذ التزامات حقوق الانسان الاساسيه تجاه المراه ان التحفظات المذكوره اخذت طابع سياسي انما هي بالنهايه كان الى نوع من ال... كمان ال... في الناحية البعد الديني والثقافي والمعتقد بالإضافة للبعد الاجتماعي وال... حسب كل دولة المشكلة بالهون بالتحفظات أنه بنرجع لأنه عم نحكي بالمجتمع ذاته تكون الأرضية جاهزة لحتى تنفيذ الاتفاقيات تنفيذ مضمون الاتفاقيه اللي تم التوقيع عليها المشكله اللي عم تكون انه مطلوب يعني الدوله اللي ما بتقدر تلتزم بالنهايه حسب الاتفاقيه عم ينحط عم تنحط على لائحه الدول العدم الملتزمه او ما يسمى بلاك ليست يعني عم تنحط على اللائحه السوداء يعني فعليا يتم التشهير بها هون المشكله اللي كانت على اساس التحفظات طيب ليش لا يتم التشهير فيه اذا انا اذا انا بدي بس مش قادر مفروض تساعدوني يعني المطلوب كمان تماسك مجتمعي اكثر ما هو انه اجراءات قانونيه على مستوى القانون الدولي الاليات الدوليه اللي وضعت لحمايه الحقوق الانسانيه للمراه هون كمان هنلاحظ في بتشكل هيدي هون ثاني التحديات غير التحفظات اللي كانت التحدي الاول. من الناحيه النظريه تعنى جميع الاليات الرئيسيه المذكوره ضمن قانون حقوق الانسان بما فيها لجنه حقوق الانسان واجراءات التحقيق واجهزه مراقبه المعاهدات بحقوق الانسان لجميع الاشخاص اي الرجال والنساء على السواء. غير ان الوضع في الواقع يختلف قليلا فمن المعروف ان اليات حقوق الانسان التي يطلق عليها الاليات الرئيسيه قد أخفقت تقليدياً في إيلاء الاعتبار للحقوق الإنسانية للمرأة، وللانتهاكات التي تتعرض لها تلك الحقوق. وأحد أسباب ذلك هو أن الأمم المتحدة فصلت منذ وقت مبكر جداً حقوق المرأة عن المسائل الأخرى، وأنشأت أجهزة متخصصة لتتولى المسائل المتعلقة بالمرأة. لكن هذه الهيئات كانت للأسف أضعف عموماً من الأجهزة الرئيسية، وتلقت دعماً أقل. وهناك سبب اخر لتهميش الحقوق الانسانيه للمراه وهو طبيعه قانون حقوق الانسان نفسه فقد وصف كثير من النشطاء في قضيه حقوق المراه قانون حقوق الانسان بانه قانون وضعه الرجال من اجل الرجال بمعنى ان قانون حقوق الانسان لا يتصدى عموما للقضايا ذات الاهميه الحاسمه بالنسبه للمراه بما فيها قضايا محو الاميه والفقر والعنف والصحه الانجابيه كما وجهت اتهامات مماثله للقانون الدولي الانساني حيث قيل انه قانون يعنى بحمايه الشرف باكثر مما يعنى بالاعتراف بالمشكلات الحقيقيه التي تواجهها النساء في اوضاع النزاع المسلح وبالتصدي لتلك المشاكل. هون مثل ما عم نلاحظ مثل ما حكينا بالبدايه انه وقت عم نحكي عن آه، القانون الدول الإنسانية، آه، الإنساني الإنساني وقانون آه، حقوق المرأة وإلى آخره آه، المصدر واحد هو المعاهدات الدولية آه، وعم نستعرض هلا بعدنا ضمن بما انه عم نحكي عن قانون دولي عم نستعرض،, عم نستعرض وجهه النظر الغربيه في هالناحيه يعني آه، وقت آه قلنا انه وصفت قضيه حقوق المراه بانه قانون وضعه الرجال من اجل الرجال هذا مش رايي الشخصي هون انا عم بنقول مثل ما قلنا راي الدكتور سيس ديروفر دكتور يعني عن جد ما كان في هناك مشاركه لاي امراه عند وضع هذا القانون كان الرجال هم الذين يضعون قانون حقوق المراه لا مش عن حقوق المرأة عم وقت عندما وضع قانون حقوق الإنسان حقوق وقت صحيح هلا وقت وضع قانون حقوق المرأة أنا ما كنت موجود ما بعرف إذا <applause> بس أعتقد المفروض يكون لأنه وضع ب 79 المفروض يكون بهيديك الفترة في يجب أن نبحث أكثر أنا هلا رح أبحث لأنه كمان عندي محاضرة أوليك؟ على تمكين المرأة مع الجامعة البريطانية نهار السبت أه تمكين المرأة هح. بدورة المجتمع فكمان رح استعين بهيد المعلومات رح ابحث فيها اكتر واتعمق اكتر لشوف هالقانون اللي خصه بحقوق المرأة هل شاركت بوضعه سيدات او كان أه ايضا رجال أه ضروري اكيد أه. هلا حسب وجهه النظر كمان الغربيه يعتبرون ان الوضع اخذ في التغيير تدريجيا ولكن حسب وجهه نظر الشخصي التغيير لا يزال بطيئا جدا اذا بتتذكري دكتور هنا وقت كنا بالمؤتمر بجبال كمان بموضوع المراه الدكتور ادونيس العكره قال اذا بدنا ندل بهالنمط يعني بدنا 300 سنه حتى نوصل للاهداف المطلوبه إذا مني غلطان ما بعرف ف صحيح التغيير تدريجي انما انا برايي بطيء جدا وقد اتفقت الدول الاعضاء في الامم المتحده اثناء المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد عام 1993 على ضروره ادراج الحقوق الانسانيه للمراه في جميع جوانب عمل المنظمه في مجال حقوق الانسان كما اعلنت ايضا أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها، وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي واستئصال جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من اهداف المجتمع الدولي ذات الاولويه أه اعلان وبر... هذا ما ورد ضمن اعلان وبرنامج عمل فيينا الجزء الاول أه الجزء اولا الفقره 18. وتظل الاجهزه المتخصصه المشار اليها ادناه المتخصصه بتنفيذ الاتفاقيات ذات أه اهميه بالنسبه لتنفيذ الحقوق الانسانيه للمراه. وفيما يتعلق بقانون حقوق الانسان فقد انشات انشئت اللجنه المعنيه بوضع المراه بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1946 وتتمثل وظيفتها في اعداد توصيات وتقارير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشان تعزيز حقوق المراه في جميع المجالات وللجنه ايضا ان تضع مقترحات للعمل بشان المشكلات التي تتطلب اهتماما عاجلا في مجال حقوق الانسانيه للمراه. ومن الأمور ذات الدلالة الهامة أن اللجنة لا تتخذ أي إجراء بشأن الشكاوى الفردية المرخص لها بتلقيها وبحثها حيث يتركز نظام عملها بدلا من ذلك على اكتشاف الاتجاهات والأنماط الناشئة في التمييز ضد المرأة بغية وضع توصيات تتعلق بالسياسات سعيا إلى حل المشكلات الواسعة الانش... الانتشار فإذا هيدي أول الإشكالات أو التحديات انه وقت عم نحكي توصيات يعني بتكون غير ملزمه للدول بالتنفيذ. تنشئ الماده 17 من اتفاقيه المراه لجنه القضاء على التمييز ضد المراه لمراقبه تنفيذ احكامها وتضم اللجنه 23 خبيرا. هون من النساء بشكل دائم تقريبا معظمهن معظمهن من النساء. ترشحه ترشحهن الدول الاطراف في الاتفاقيه. وكما هو الحال في أجهزة المعاهدات الأخرى يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية لا كمندوبين أو كممثلين للبلدان التي ينتمون إليها هذه ناحية إيجابية بتكون. وتتمثل مهمة اللجنة في مراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها وتمارس اللجنة في هذه المهمة بصورة أساسية عن طريق فحص التقارير التي تقدمها الدول إليها وليس للجنه تلقي ان تتلقى وتبحث شكاوى من الافراد او شكاوى من دول الاطراف بشان سلوك دول اطراف اخرى، وينظر كثير من المعلقين الى ذلك على انه ضعف شديد يشوب اتفاقيه المراه، وتبذل الجهود في الوقت الحاضر لاعداد بروتوكول اختياري للاتفاقيه من اجل وضع اجراءات لمثل هذه الشكاوى. ومن المهم ان ومن المهم ان نلاحظ في هذا السياق انه يجوز للجنه حقوق الانسان التي تراقب تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه أن تتلقى شكاوى بشأن الانتهاكات التي تحدث لأحكام العهد المتحلقة بالمساواة بين الجنسين وبخاصة لأحكام المادة 26 وقد امتد حظر التمييز على أساس الجنس ليشمل حقوقا نصت عليها سقوق أخرى مثل حق الضمان الاجتماعي الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويمكن للأفراد في كل, بلد في كل بلد من البلدان التي صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإفادة من الإجراءات الموضوعة لتقديم شكاوى فردية إلى لجنة حقوق الإنسان وعلى ذلك تستطيع النساء في تلك, في تلك البلدان أن يقدمن بموجب تلك الإجراءات شكاوى بشان انتهاكات لحقوقهن المنصوص عليها في ذلك الساق وكذلك الحقوق التي تحميها معاهدات اخرى لحقوق الانسان شريطه ان تكون بلدانهن اطرافا في تلك المعاهدات كما يمكن للنساء التي انتهكت حقوقهن اللجوء الى اجراءات الشكاوى الفرديه المنشاه بموجب النظام الاوروبي ونظام البلدان الامريكيه لحقوق الانسان رهنم بالطبع بإعلان الدول الأطراف قبولها بتلك الإجراءات. يعني بعدنا عم نغلب المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول على انتهاكات حقوق الأفراد وإن كان يعتبر كنصوص قانونية دولية وضعت يعتبر نوع من التقدم في هذا المجال. النقطة التالية العنف ضد المرأة. عرفت لجنه المراه العنف القائم على اساس نوع الجنس على النحو التالي العنف الموجه الى المراه لكونها امراه او الذي يؤثر على النساء اكثر مما يؤثر على غيرهن وهو يشمل الافعال التي تحدث اذى او الما بدنيا او عقليا او جنسيا والتهديد بمثل هذه الافعال وغيرها من صور الحرمان من الحريه والعنف ضد المرأة ليس بالظاهرة الجديدة، فهو ظاهرة وجدت على امتداد التاريخ دون أن يتنبه لها أو يتصدى لها أحد. وقد شهدت الآونة الأخيرة ضغوطاً دولية واسعة تطالب بالنظر إلى العنف ضد المرأة باعتباره إحدى القضايا لحقوق الإنسان. وقد استجابت لجنة المرأة بأن ذكرت على وجه التحديد أن الحظر العام المفروض على التمييز على أساس الجنس في اتفاقية المرأة يشمل العنف القائم على نوع الجنس على نحو ما ورد تعريفه اعلاه كما اكدت اللجنه ان العنف ضد المراه يشكل انتهاكا لحقوق الانسان المعترف بها دوليا للمراه بصرف النظر عما اذا كان مرتكب العنف موظفا عموميا او شخصا عاديا ويمكن الادعاء بوجود مسؤوليه للدوله عن اعمال العنف ضد المراه حين يقوم موظف عمومي بارتكاب فعل من افعال العنف القائم على الجنس واحيانا حين تقصر الدوله في العمل بالمثابره الواجبه لمنع ما يرتكبه الافراد من انتهاكات للحقوق او في التحقيق في اعمال العنف هذه والمعاقبه عليها والتعويض عنها وقد تم تعزيز هذه المبادئ في الاعلان بشان القضاء على العنف ضد المراه الذي اعتمدته الجمعيه العامه في العام 1993 في اتفاقيه البلدان الامريكيه بشان المراه والعنف التي اعتمدت في العام 1994 في إطار نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وكذلك في أحكام معينة وردت في إعلان وبر وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993 وفي إعلان ومخطط عمل بكين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع بشأن المرأة في العام 1995 ويبين كل من هذه السقوق بوضوح أن العنف ضد المرأة سواء وقع في البيت أو في مكان العمل أو على أيدي موظفين حكوميين يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان هلا فيما خص العنف ضد المرأة هون في عنا هيدي سلايد منزلتها اليو ان سي حديثا أه الاحصاء معمول عن العام 2022 أه بتبين أه اخذين 48800 حاله عبر العالم وبتوزيع على أه القارات هلا أه حولتهم لاستاتستيكس طلع معنا انه بقاره اوكيانيا 0.4% نسبه العنف ضد المراه

غير قصه انه العادات والتقاليد المجتمعيه والافكار المسبقه والافكار النبطيه والبنيه الذهنيه والى اخره اجمالا اذا بنلاحظ أوقيانيا او اوروبا او امريكا تطبيق القانون اقوى وجود حضور الدوله افعل وبالتالي في رادع قانوني للحد من اعمال العنف ضد المراه. في عنا الاحصائيات هيدي طلعت معي حديثا بس بدها دراسه اكثر ما في اعتمد عليها هلا بفضل ما احكيه. المحور الثاني وضع المراه في مجال اقامه العدل. نقاط منع الجريمه والتحري عنها، الحقوق الانسانيه للمراه اثناء القبض عليها، الحقوق الانسانيه للمراه اثناء الاحتجاز، النساء ضحايا جريمه واساءه استعمال السلطه والنساء كموظفات لانفاذ القانون. فيما خص منع الجريمه والتحري عنها. لا يوجد اي سق دولي يتصدى لمساله منع الجريمه والتحري عنها او يتناول الجوانب المتعلقه بنوع الجنس في هذه الوظيفه المعينه من وظائف انفاذ القانون. ومن هنا يتعين علينا ان نسعى الى تجميع الصورة للحقوق والمسؤوليات في هذا المجال بالرجوع الى شتى سقوط حقوق الانسان. ومن الحقوق التي يجب اخذها في الاعتبار خلال هذه المرحلة حق جميع الأشخاص رجال ونساء في المساواة أمام القانون، والحق في افتراض البراءة الذي يكفل لجميع الأشخاص المتهمين بجريمة جنائية ذكورا كانوا أم إناثا الحق في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم أمام محكمة قانونية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي، والاتفاقية الأمريكية، والاتفاقية الأوروبية. وفيما يتعلق بافتراض البراءة هون ناحية كثير مهمة من المهم أن نلاحظ أن موظفي إنفاذ القانون لا شأن لهم بالبت في إدانة أو براءة شخص مخبوض عليه بتهمة ما حيث تقتصر مهمتهم على تقصي الحقائق رفع الأدلة ملاحقة الفاعلين أو المشتبه, المشتبه بهم تجميع الأدلة توسيئة وتقديمها للقضاء هيدي شغلتهم أما التوصل إلى الحقيقة فهو مهمة القضاء حصرا وتتضمن حقوق الأخرى ذات الصلة بمرحلة التحري عن الجريمة الحق في المحاكمة العادلة والحق في الخصوصية هذين الحقين يدخلان ضمن إطار منع الجريمة والتحري عنها وفيما يتعلق في الخصوصية لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن مضمون هذا الحق قد يختلف بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل، ويترتب على ذلك أن الأمر قد يقتضي أحيانًا أن يتخذ موظفو إنفاذ القانون الذين يتولون التحقيق في الجرائم نوعًا مختلفًا من التدابير الخاصة لضمان حماية وصون الخصوصية الشخصية للمرأة. ومنع الجريمة هو هدف أساسي لإنفاذ القانون ومجال نشاط أو عمل له قيمة خاصة بالنسبة لحقوق المرأة. فالنساء في جميع المجتمعات أكثر عرضة لأنواع بعينها من الجرائم لمجرد أنهن نساء. ومن هذه الجرائم العنف المنزلي، الاعتداء الجنسي وأشكال الاعتداء الأخرى، والإكراه على الدعارة، وعلى المشاركة في أنشطة الاتجار غير المشروع. وبوسع موظفي إنفاذ القانون أن يتخذوا مجموعة واسعة من هذه التدابير للحيلولة دون تحول النساء إلى ضحايا لهذه الجرائم أي هون المقصود كمان مش بس تدابير آنية لحظة وقوع الجرم أو أي كمان تدابير استباقية فالإكراه على الدعارة على سبيل المثال هو انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة تؤثر على المهاجرات تحديدا بأكثر مما تؤثر على غيرهن حيث تجلب كثيرات منهن من بلدان فقيرة للاستغلال الجنسي في بلدان اكثر ثراء. وغالبا ما تكون هؤلاء النساء اجنبيات. نرجع على نفس الوضع اللي حكينا عنه انه آه العاملات اكثر شيء العنوان اللي على اساسه بيتم استجلاب هؤلاء النساء هو العمل في الخدمه المنزليه. فاذا وغالبا ما تكون هؤلاء النساء اجنبيات يقمن في البلد بطريقه غير مشروعه. مما يجعلهن يخشين الاستنجاد بسلطات انفاذ القانون حتى وان تعرضن لاقصى انواع المعامله اللا انسانيه. وفي مثل هذه الحالات تقع على هيئات انفاذ القانون مسؤوليه واضحه حيث يتعين لها ان تبذل جهدا للتعرف على هويه النساء ضحايا البغاء القصري في نقطه المغادره وكذلك في البلد الذي يدخلنه واتخاذ تدابير لحمايتهن. يعني هون كمان هيدي تحديدا شغله عندنا بلبنان اسمها المديريه العامه للامن العام بمعظم البلدان هي مديريه او دائره الهجره والجوازات وما يتضمنه وما يتطلبه ايضا هذا الامر من تكثيف النشاط والمجهود الاستعلامي او المخابرات العمل المخابراتي في المجال الشرطي فاذا وفي الوقت نفسه يتعين على هيئة إنفاذ القانون أن تبذل قصارى جهدها للقبض على مرتكبي هذه الجرائم ووضع حد حازم لممارستهم غير المشروع. هون في ناحية بدي كمان ركز عليها، هيدا هون اللي فينا نقول عنه العبودية أو الرق المقنع أو ما يمكن أن نعرفه بالرقيق الأبيض حيث يستغل الوضع الاقتصادي السيء والمزري للمرأة. أه بهدف توقيع عقود العمل، بيقولوا لك انه وقعت عقد عمل بس اجمالا وقت نحكي عن توقيع عقد عمل أه توقيع اي عقد يجب ان يصدر عن اراده حره واعيه وخاليه من اي ضغوط. أه ما بتصور انه الظروف اللي عم يعيشوها هؤلاء النسوة لكي يوقعن هذا العقد هي ظروف أه تؤمن حريه التعاقد. أه وهون المقصود بتكثيف الجهد في مجال العمل الشرطي الاستباقي والاستعلامي للحد من هذه الممارسات اي استخدامهن في هذه الاعمال. والعنف المنزلي هو انتهاك اخر لحقوق الانسان ويشكل في معظم البلدان جريمه كثيرا ما يكون بوسع موظفي انفاذ القانون الإنسان في منعها. فالرجال الذين يعتدون بالضرب على زوجاتهم او شريكاتهم في الحياه يكونوا واثقين عاده بانهم يستطيعون ان يفعلوا ذلك دون خشيه من العقاب، لان احدا لن يقوم بابلاغ الشرطه، ولانهم سيتمكنون حتى وان حدث ذلك من الافلات من العقاب. والامر الذي يؤسف له ان سلطات انفاذ القانون في جميع انحاء العالم قد اسهمت بشكل ما في هذا الوضع لا برفضها فحسب اعتبار العنف المنزلي جريمه، ولكن برفضها ايضا التدخل لمثل أو التدخل لوقف مثل هذا العنف، مفترضين عادة أنه ليس سوى مشكلة عائلية. ولكن العنف المنزلي ليس مجرد مشكلة عائلية أو مشكلة تتعلق بالمرأة، بل مشكلة مجتمعية يتحمل المجتمع كله مسؤولية عن استمرارها. فالأصدقاء والجيران الذين يتجاهلون أدلة العنف الواضحة أو يلتمسون الأعذار لمرتكب العنف، وفي ناحيه كمان ابشع من هيك للاسف بنلاحظها بالمجتمع مثلا انه وقتها بتوقع حاله عنف منزلي من قبل الشريك على شركته التعبير اللي بيستعملوه مدري شو عامله اكيد لو ما عامله شيء ما كان وصل يتصرف مع هالتصرف للاسف وبيصدر كمان ايضا عن نساء مثل هذه التعليقات انا اللي بدي اللي احكي كمان شغله حضره العميد في مرات امراه او نساء يتعرضن للاغتصاب مثلا في بعض الدول يتم تزويج هذه المراه من الذي اغتصبها يعني هو مجرم وبصير مجبوره ان تتزوجوا خوفا على الشرف بعض العائلات المحبوبه آه، التفكير للاسف والقانون للأسر. لا يمنع والقانون لا يمنع والمشكلة الأكبر أنه وإن وضع قانون بدل بيلتقى طريقة بطريقة ما للاحتيال أو للالتفاف لنقل على هذا القانون وإجراء هذا العقد للأسف من هون اللي عم بحكي فيه أنا أنه ضرورة الأفكار النمطية السائدة تغيير البنية الذهنية لهيدا التغيير عمر المجتمعات إجمالا أطول بكثير من عمر الإنسان بده بده ياخذ وقته هو الموضوع هو الموضوع من نظرة تربوية أو إذا بدي أقول تنشئة اجتماعية ببلش بالكتاب بي المدرسي اللي دايما بيصور الفتاة تساعد أمها في الطبخ في المطبخ بينما الفتى أو الصبي يساعد بيو بي الصيد مثلا او يذهب في رحله الى الصيد، فدائما نصور الفتاه ان مكانها المطبخ او انها تلعب في الدميه، بينما الصبي يذهب الى الصيد ويذهب الى النزهه ويذهب ليشتري مبارب شو، ودائما المغامرات في اغلب الكتب تكون عربيا انا عم بحكي تكون دائما مع صبي بينما الفتاه لها ان تتعلم الطبخ والغسل والاعمال المنزليه نعم نعم للاسف من هون من هون بالتفرقه او بتنشئه انه البنت هيك والصبي هيك حتى اللون الزهر لوقت كثير من الاوقات كنا نقول انه الصبي ما بيلبس زهر الزهر للبنت <applause> يعني حتى هيدا التغيير شوي بالالوان وبالهيدا صارت مع تغيير بعض المجتمعات ودخول الافكار الجديده على هوياتنا وثقافاتنا مرات بتكون دخول ايجابي مرات بيكون يهدد الهويه ولكن في هذا الموضوع انه لا يمكن ان يعني نعمل هاله للصبي وهو صغير وبعدين بس يكبر بنقول يي ليه عم بعنف البنت يي ليه عم يضرب يي ليه عم يستقوي يي ليه عم آآ آآ ما بيلبس زهر يي ليه ما بحب الالوان الفاتحه يي ليه بضلوا بالكحلة وبالاسود وبال ما هو كله هيدا تنشئه انا ما شفت ام يعني كثير قليل اكيد موجوده بس ما شفت ام بتفوت ولادها يجلو او بتفوت ولادها يمسحوا الغبره يعني لازم مثل مثل ما بيصير مع الصبي بيصير مع الفتاه لانه هن اثنيناتهم موجودين بهيدا البيت واثنيناتهم مسؤولين عن نظافه غرفتهم نظافة حالهم وكل هيدا الامور فمن هون التغيير بقلب الكتب وهيدا النمطية اللي دايما منشوفها على امل انه تتغير صحيح وداحية تاني كمان في مخص العنف ليس فقط العنف ضد المرأة أو العنف الأسري العنف بشكل عام آه اللعب مثل البنت بيجيبوا لها الدمية الباربي أو غيرها أو طيب بالمقابل الصبي شو عم شو عم نجيب له العاب عاده الفرد الم... والباروده <applause> والدبابه وغيرها، طيب هو دي شو بدهم يعزوا غير ثقافه عنف كمان للاسف، مش بس ضد المراه ضد المجتمع ككل، ضد كل من يخالفه في الراي. ببعض المطارح انه الصبي وقع عم يبكي، بقوم بقول له البي، بقول له انت رجال ما بتبكي. يعني آه كمان هون اظهار يقوى هينو. على مشاعره ويصير قلبه انه ما عم بحس، انت رجال ما بتبكي. نعم. ما تبكي مثل البنات ليش بس البنات بيعبروا بس البنات بيبكوا بس البنات بحسوا يعني الوضع بفتكر من الجذور لازم له اعاده آآ آآ اعاده جذور اعاده زرع البذور يعني مثل ما قال جبران خليل جبران بالعاصفة العاصفه انه خلص التهديم واعاده البناء من جديد ما بعرف للاسف ان شاء الله ما تكون الوضع وصل بالسوء لهالدرجه بس فعلا في كثير مفاهيم بدها تغيير علما انه في نواحي كثير ايجابيه كمان يعني هلا حنشوفها تحاطي انا بعدنا عم نحكي عن نظرة أو وجهة نظر الغربية وفقا للقانون الدولي الإنساني بس كمان حنشوف إنه بعاداتنا وتقاليدنا آه المعتقدات وتحديدا على مستوى المعتقدات دينية أه وعم بحكي دين بالمطلع أنا هون يعني الدينية يعني القيم الإنسانية والأخلاقية أه في عنا نواحي كتير مهمة وإيجابية ينبغي العمل على تعزيزها ونتفوق ونتبل... على الغرب الذي وضع هذه النصوص في بعض الاحيان حضرة العميد انا بدي اذكر اللي موجودين معنا ما يطلعوا من المحاضرة قبل ما يتم ارسال لينك الدورة، هذا اللينك انا بحطه على الانبوكس واكيد كل حدا بحاجة انه ياخذ شهادة في حضور هذه الدورة وان تضاف الى سجله او الى في او السيره الذاتيه تبعه وما له غير انه ينتظر نهايه هذه الدوره التدريبيه التي يقدمها حضرة العميد سهيل الكيلاني نضع أكيد لينك المشاركة ولينك الحضور لأن نملأه بالبيانات اللازمة ووفق هذا الرابط يحصل كل مشترك ومتابع على شهادة حضور من المركز الديمقراطي العربي برلين مع الجامعات المتعاونة اليوم لهذه الدورة أكيد بنتظر أنه ما حدا يظهر قبل ما يملؤ هذا الرابط نكمل تفضل حضرة العميد طيب فيما خص الحقوق الإنسانية للمرأة أثناء القبض عليها حكماً الحقوق بمقتضى مبدا الاساسي لعدم التمييز ان تتمتع المراه لدى القبض عليها بنفس الحقوق المكفوله للرجل وبالاضافه الى ذلك يقتضي مبدا الحمايه المتساويه لحقوق جميع الاشخاص وكذلك احترام الكرامه الاصيله للشخص الانساني وتوفير اشكال اضافيه من الحمايه والاعتبار للمراه في حاله القبض عليها وتشمل هذه التدابير ضمان أن يتم القبض على المرأة على يد موظفة حيثما أمكن وأن يتم تفتيشها وتفتيش ملابسها على يد موظفة في جميع الظروف هون التفتيش غير موضوع القبض بحد نفسه القبض على الشخص كمشتبه به وأن تفصل المحتجزات عن المحتجزين في جميع الظروف أيضا وتجدر الإشارة إلى أن الحماية والاعتبار الاضافيين للمراه في حاله القبض عليها لا يعتبران من قبيل التمييز، لان الهدف منهما هو تصحيح عدم توازن قائم اصلا، اي ايجاد وضع تكون فيه المراه قادره على قدم المساواه مع الرجل على التمتع بالحقوق المكفوله لها. الحقوق الانسانيه للمراه اثناء الاحتجاز. فيما يتعلق بالاحتجاز، تكون الحقوق الإنسانية للمحتجزين أكثر عرضة للانتهاك من حقوق الأشخاص المطلقة حريتهم. لذلك وضعت معايير محددة لحماية المحتجزين من سوء المعاملة والتعسف في استعمال السلطة، ولحمايتهم من الأضرار التي تلحق بصحتهم نتيجة لسوء ظروف الاحتجاز، ولضمان احترام حقوق الأساسية للمحتجزين باعتبارهم بشرًا. وتنبع الحاجة إلى توفير حقوق خاصة للمحتجزين من تفاهم وضع وضعهم المعتمد على الغير والمحتجزات يكن أكثر عرضة لخطر مزدوج فهن في الغالب الأعم فقيرات ومهاجرات في كثير من الأحيان وفي بلدان كثيرة يجري احتجاز النساء بسبب جرائم لا يرتكبها إلا نساء وما تحتجزت المرأة تصبح معرضة لخطر الاعتداء وبخاصة الاعتداء من جانب موظفي انفاذ القانون، بدرجة تفوق كثيرا المخاطر التي يتعرض لها الرجال. ويسترشد القانون الدولي لحقوق الانسان في مجال الاحتجاز بالمبدا الاساسي لعدم التمييز، فيؤكد حق المرأة في التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المحتجزون الذكور، ويحظر التمييز ضد النساء المحتجزات، كما وكما ذكر انفا يعني فان المساواه في النتيجه لا تعني بالضروره المساواه في المعامله وتعترف مجموعه المبادئ بالحاجه الى المبادئ حقوق الانسان بالحاجه الى توفير اشكال خاصه من الحمايه للنساء المحتجزات بحيث تنص بوضوح على انه لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حمايه الحقوق والاوضاع الخاصه للنساء ولا الحوامل والامهات المرضعات. وتتضمن هذه التدابير توفير معامله طبيه متخصصه. وفيما يتعلق باماكن ايواء المحتجزات تقضي قواعد معامله السجناء بايداع فئه السجناء المختلفه في مؤسسه واحده. او في اجزاء منفصله من المؤسسات مع مراعاه جنسهم واعمارهم وسوابقهم والسبب القانوني لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم كما تنص قواعد معامله السجناء صراحه على ان يكون سجن الرجال والنساء بقدر الامكان في مؤسسات منفصله وحين يكون هناك مؤسسه تستقبل الجنسين على السواء يتحتم ان يكون مجموع الاقسام المخصصه للنساء منفصل كليا عن تلك المخصصه للرجال فيما خاص أن النساء ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لا بد من الإشارة فيما يتعلق بالضحايا إلى القصور البالغ في الحماية المكفولة لحقوق ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ولوضعهم القانوني وبخاصة حين نقارنها بالحقوق المكفولة نظريا على الأقل أي للجنود واعلان الامم المتحده بشان المبادئ الاساسيه لتوفير العداله لضحايا الجريمه واساءه استعمال السلطه او ما يعرف باعلان الضحايا هو الصك الدولي الوحيد الذي يقدم توجيهات للدول الاعضاء فيما يتعلق بحمايه وانصاف ضحايا الجريمه واساءه استعمال السلطه وهذا الاعلان ليس معاهده ولا تترتب عليه بالتالي اي التزامات قانونيه على الدول وليس هناك سوى عدد ضئيل من أحكام المعاهدات التي تنشئ التزامات ملزمة قانوناً للدول الأطراف فيما يتعلق بحماية ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ومن هذه الأحكام: الحق الواجب النفاذ لضحايا التوقيف في الاعتقال غير القانوني في الحصول على تعويض، حق الضحايا الذين حكم عليهم بعقوبات على أساس خطأ قضائي في التعويض وفقاً للقانون. هون بدي معلش نبه على ناحية أو شير لناحية إذا بنتذكر بال2015 يمكن أسيرة القضية مجددا بال2000 نهاية 1995 أو بداية 1996 مقتل الدبلوماسي الأردني إذا مني غلطان من آل المعايطة بلبنان فورا تم توجيه الاتهام الى شخص من الجنسيه الفلسطينيه أه وجرت المحاكمة هنا المحاكمة تكون أمام المجلس العدلي الذي هو محكمة على درجة واحدة لا يقبل الطعن أو التمييز حكمة أه أه بالسجن المؤبد بعد عشر سنوات تبينت عرضياً بإطار ملاحقة أه أه موضوع آخر تبين أنه ظهرت أدلة جديدة تؤكد عدم ارتكابه للجريمة تم الافراج عنه. طيب هودي هالعشر سنين مين بيعوض له اياهم للزلمه؟ مين؟ مش بس تداعياته النفسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وسواها عليه وعلى عائلته كمان. للاسف صحيح في نصوص قانونيه على المستوى الدولي بتاكد حصول حق الضحايا بالحصول على تعويض ولكن بالواقع غير مطبق في الكثير من الدول. الحق الثالث الحق الواجب النفاذ لضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب ويعرف اعلان الضحايا او ضحايا الجريمه على النحو التالي الاشخاص الذين هون حنلاحظ انه التعريف ينطبق تماما على حال المثال التي ذكرتها الاشخاص الذين اصيبوا بضرر فرديا او جماعيا بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناه النفسيه او الخساره الاقتصاديه أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاك للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي تجرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة. وأنا هون بأسف قول طيب هيدا الضابط آه يلي استلم التحقيق بالمثل اللي ذكرته. خلينا آه نشيل الناحية الإنسانية والضميرية على جنب. انه معقول يعني بس كان الهدف البحث عن شهرة او عن مجد باطل او ما بعرف والمشكله الاكبر انه ما في ما في يعني اليات ما في اليات هون للحصول على تعويض بعتقد وان كان بعد في شوية نقاط بهالموضوع بس حرصا على الوقت مشان ما نستفيد اكثر من هيك بعتقد كافيه رح ننتقل على النساء كموظفات لانفاذ القانون خلينا نشوف اذا الحضور الكريم عنده اي اسئله، نحن قطعنا اكثر من نص الوقت صارت الساعه 10 وربع بتوقيت بيروت ممكن ناخذ سؤالين من الحضور اذا في اي اسئله ونكمل اكيد دورتنا لليوم حتى الساعه 11. مين عنده اي سؤال؟ تفضلوا. إذا في أي سؤال حضرات اللي موجودين معنا مساء الخير دكتورة هنا مسا كتير حلوة وإجمالاً لا كتير ح... ما في شيء كله واضح شكراً لحضرتك أستاذة روز في حدا شكراً. نكمل فإذاً حضرة العميد تفضل هاي. فيما خص النساء كموظفات لإنفاذ القانون تتضمن العديد من السقوق المتعلقة بالشرطة إشارات واضحة إلى إنفاذ القانون على نحو تمثيلي بإنفاذ القانون في الدول الديمقراطية أو كما هو الحال إنفاذ القانون في الدول الديمقراطية وعلى نحو تمثيلي أي تمثيل المرأة أيضا في المجتمع هون بدي أشير لناحية كمان عنا في مخصص بلبنان نحن مش بس هيدي من الإيجابيات اللي كنا عم نحكي عنها من شوي آه بلبنان مش بس نعتمد صرنا كمان مؤخرا على تمثيل وحضور المرأة في مجال إنفاذ القانون أو في المجال العسكري إنما أيضا تمثيل كافة مكونات وشرائح المجتمع يعني هيدا مبدأ الستة والستة مكرر برغم من انه يعتبر مبدا بغيض الى حد ما في العديد من الاماكن الا انه بالمقابل حسب تركيبه وطبيعه المجتمع اللبناني يتيح الفرصه امام الجميع للمشاركه وهيدي هون المشاركه هي وجه من اوجه الديمقراطيه، اكيد المشاركه حكما المفروض تكون ايضا مبنيه على الكفاءه، مش لانه اكماله عدد مثل ما بنقولها بال, بال... فإذا وهذا النص على ضرورة أن تكون هيئة إنفاذ القانون ممثلة للمجتمع في مجموعه يرد بصفة خاصة في قرار الجمعية رقم 34 عام 169 الذي اعتمدت بموجبه مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. حق كل شخص بالتساوي مع الآخرين في تقلد الوظائف العامة بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والميثاق الافريقي والاتفاقيه الامريكيه والحق في حريه اختيار المهنه ونوع العمل وفي تكافؤ الفرص. لكن تمثيل المراه لا يزال للاسف قاصرا قصورا بالغا فيما يقرب من جميع هيئات انفاذ القانون في العالم. ويندر وجود النساء بصفه خاصه على مستوى الوظائف الاستراتيجيه. والقيادية ومستوى رسم السياسات وهذا القصور في التمثيل سبب أساسي في الموقف العدائي الذي تتخذه هيئة إنفاذ القانون عموماً من المرأة ومن احتياجاتها الخاصة وللأسف هذه الناحية هون إننا عم نحكي إنه حتى بالدول الغربية من خلال التبادل الدولي مع الزملاء والأجهزة الشرطة الزميلة سمع باكثر من مكان معظم التبادل كان بالدول الاوروبيه اجمالا بس حتى بغير دول انه كمان عندهم هالموقف العدائي من المراه وان كان ببعض الدول الغربيه بنلاحظ انه العديد من النساء وصلنا الى مراكز قياديه عليا في مجال هيئات انفاذ القانون أنه النظره الدونيه ونظره السخريه من المراه ومن احتياجاتها الخاصه موجود ايضا وان كان على المستوى الفردي المؤسسه او الدوله ما بتتبنى الاراء الشخصيه بس هي حكما كمان الاراء بتعبر عن تكوين والبنيه الذهنيه للمجتمع موجوده وسمعت للاسف مش بس من الافراد او الدرجات الدنيا من موظفين بالرتب المتوسطه وما فوق ايضا فكمان آه هيدي مرض قاتل وعلى المستوى العالمي مثل ما قلنا بالبدايه. ولا يغير من هذا الوضع وجود حفنه من النساء في ادنى الرتب فهذه التدابير لا تعدو ان تكون نوعا من التمثيل الرمزي يقصد به مجرد المحافظه على المظاهر فضلا عن عدم وجود كتله نسائيه مؤثره من شانه ان يحول بين هؤلاء النساء وبين العمل بكامل طاقتهن. ولابد من الوقوف على مشكلات التمييز ضد المرأة في إجراءات التعيين والاختيار، والتصدي لعلاج هذه المشكلات. ففي كثير من الأحيان يكون التمييز مستتراً، فهناك على سبيل المثال إجراءات تبدو وكأنها محايدة بالنسبة لنوع الجنس، ثم يتضح من الفحص الدقيق أنها متحيزة لنوع معين في تطبيقها العملي. ومن أمثلة ذلك شرط الاختبار البدني. يمكن وهذا يمكن ان يكون عائقا يحول دون وصول المراه كما يحول في كثير الاحيان وصول اناس يتحدرون من اقليات اثنيه الى وظائف انفاذ القانون فاشتراط القدرة البدنية هو شرط تمييزي لأن الرجال في المتوسط يمتلكون بنية جسدية أقوى من النساء طيب، هون بدي نبه على ناحية. قلنا أنه التصدي لعلاج هذه المشكلات، بدي أعطي مثلين. المثل الأول شخصياً صار معي، الفترة اللي كنت فيها محاضر بالكلية الحربية، إحدى الدورات اللي مرقت علينا هن رتباء بيقولوا ضباط من الصف، يعني بيكونوا رتباء يمتلكون مؤهلات علمية معينة، يخضعون لامتحانات ويتابعون دورة ثم يتم ترقيتهم طيب آه من ضمن هالدورة كان في ثلاث آه سيدات آه والثلاث سيدات آه كنا يمتلكنا شهادات علمية آه متقدمة آه وكنا متفوقات على زملائهن من آه الرجال في آه الدورة آه وقت وصلنا على آه الاختبارات الرياضية والنظام المرصوص يعني الخطوة الموقعة العسكرية الرجال بدأوا بالسخرية من النساء لأنه بيعرفوا حالهم هن اللي عندهم الإمكانات وهن اللي عندهم الإدراك والبرامج المحطوط المعيار محطوط هو معيار ذكوري طيب أنا هون استندت على شغلة معايير الاختبارات الرياضية بتحدد المستوى العلامة اللي بياخدوها الرجال وبالمقابل نفس العلامة بأداء أقل للنساء مراعاة للتمايز في البنية الجسدية عدلت عملت برامج مشابه قياسا على برامج الرياضة فيما خاص فيما خاص الخطوة الموقعة أو النظام المرصوص والنتيجة كانت أنه حصول أيضا السيدات على علامات مرتفعة في هذا المجال الاعتراض لم ينفع اعتراض زملائهن لسبب وهون عم نحكي التصدي التصدي حكما بده يكون ومني عم بحكي حتى انه والله انا عملت شغله عظيمه او مهمه لا انا عم بحكي انه اي شخص مسؤول باي موقع المفروض يعرف يمارس كل صلاحياته وكل الـ الـ كل شيء معطى له بموجب القانون يحاول يحسن من خلال هالموقع الموجود فيه وحكما هالصلاحيات اللي بده يستعملها بده على اساس قانوني، مثل ما قلنا انا استندت على على البرامج الموجود وعملت عليه التعديل وما كنت ندمان ابدا لانه احدى هؤلاء السيدات تقاعدت حاليا بالشهاده التي كانت تحملها الشهاده العلميه تبوأت مركزا في ضمن قياده الجيش في وزاره الدفاع وهي تستحقه عن جداره. اوجه لها التحيه والتقدير. الناحيه الثانيه النقطه الثانيه اللي بدي وحكما كانت موضع ثناء وتقدير وقتها من قائد المدرسه الحربيه. وتم اعتماده لاحقا. النتائج الأخيرة كمان نقطة تانية اللي بدي أشير النتائج الأخيرة لدورة الضباط المتخرجين المتخرجين منذ حوالي السنتين أو الثلاث سنوات أول ثلاثة الثلاثة الأول في الدورة كنا من السيدات فهيدي كمان هون ناحية إيجابية من النواحي التصدي لعلاج هذه المشكلات مثل ما قلنا المحور الأخير المرأة في أوضاع النزاع المسلح وللاسف للاسف مش بس اللي عم يحصل حاليا في غزه ولا اللي عم يحصل سابقا كان ولا يزال عم مستمرا في اوكرانيا على امتداد الحروب اللي كانت قبل كان في يوغوسلافيا او رواندا او غيرها ابشع اشكال الصراع الانساني هي الحرب ليس فقط للدمار والخراب والدم الذي تخلفه وانما ايضا ال ولا ايضا للاثار الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه انما ايضا على المستوى الاثار التداعيات النفسيه والصحه النفسيه والجرائم وغيرها ما يمكن ان يحدث للاسف هذه هي الطبيعه البشريه يعني ما بعرف اذا تصح التعبير هل الكائنات البشريه بطبعها عدوانيه وتميل الى العنف هذا السؤال من يعني من السابق من خلال قراءات العديده سؤال صحيح فلسفي بس حاليا عم نعيشه أخشى أنه نوصل لأناعة أنه فعلا الكائنات البشرية عدوانية وتميل إلى العنف على رغم على الرغم كل التاريخ البشري وعلى رغم كل الجهود اللي وضعت والنصوص القانونية والجهود على المستوى الدولي لا تزال أشكال الصراع الدول العسكري نتائجها واحدة للأسف فإذا المرأة في أوضاع النزاع المسلح، غالبا ما تتعرض النساء لأخطار أكبر مما يتعرض له الرجال أثناء أوضاع النزاعات المسلحة سواء كانت داخلية أو دولية، وترتبط هذه الزيادة في الخطر كما ترتبط أشكال الأذى الذي تتعرض له النساء بجنسهن كإناث، الأمر الذي يقتضي اتخاذ تدابير خاصة لحماية المرأة. ويتضمن القانون الدولي الانساني احكاما محدده ترمي لحمايه النساء من العنف اثناء النزاع المسلح كما يمكن فضلا عن ذلك تفسير بعض الاحكام العامه لمعاهدات حقوق الانسان بوصفها احكاما تحظر العنف ضد المراه في اوضاع النزاع المسلح ومن الامور المهمه في هذا الصدد ان من حق المراه التمتع بالحمايه العامه التي يكفلها القانون الانساني سواء للمقاتلين او للمدنيين على أساس غير تمييزي، وتتضمن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليهما الإضافيين حظرًا على أي تمييز على أساس الجنس. وعلى ذلك، فإن التمييز على أساس الجنس محظور فقط بقدر ما يكون ضارًا، وتحتفظ الدول الأطراف في مختلف الاتفاقيات والبروتوكولين بالحق في توفير حماية إضافية للمرأة وفي معظم هذه السقوط يستكمل الحكم المتعلق بالتمييز بحكم آخر يقضي بأن تعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن بموجب الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية والاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنات ومن حق المراه ايضا التمتع باشكال معينه من الحمايه المكفوله للاناث بمقتضى القانون الدولي الانساني وتغطي الاحكام الوارده في هذا الشان المسائل التاليه: المعامله الانسانيه للمقاتلات بما فيهن اسيرات الحرب، حمايه النساء المعتقلات والمدنيات المتهمات بجرائم ضد دوله الاحتلال، حمايه النساء المدنيات من الايذاء الجنسي والمعامله المهينه مراعاه الاحتياج الاحتياجات البدنيه الخاصه للحوامل وامهات صغار الاطفال. فيما خص فيما خص حمايه النساء المقاتلات. لا توجد قوانين تحظر اشتراك المراه رسميا في القتال اثناء اوضاع النزاع المسلح وفي الحالات التي تختار فيها النساء أن يصبحنا مقاتلات بمفهوم المقاتل في اتفاقيات جنيف فإن الحماية التي يتمتعنا بها ترتهم في المقام الأول بنوع النزاع المسلح داخلي أم دولي أم, أم إقليمي كل نوع من هالأنواع له أحكام خاصة وفقا لاتفاقيات جنيف ومصطلح المقاتل غير مستخدم في الصقوق القانونية الواجبة التطبيق في أوضاع النزاع المسلح غير الدولي غير أنه ليس هناك من هذه الصقوق ما يوفر حماية للأشخاص الذين يشاركون مشاركة فعالة في الإعمال القتالية وواضح حكما لأن المقاتل معرض لكل الأخطار ومهمته أو مهنته أو شغلته القتال إنما أحكامها قد وضعت بقصد توفير الحماية للأشخاص الذين لا يشتركون في القتال أو الذين كفوا عن المشاركة في القتال. أما في أوضاع النزاع المسلح الدولي التي تسري عليها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي، فإن الأحكام المتعلقة بإدارة الأعمال القتالية والتي تفرض قيودا على أساليب الحرب ووسائلها توفر قدرا من الحماية والضمانات للمقاتلين. حماية المدنيات أثناء النزاع المسلح. هون الأهم يمكن المقاتل مثل ما قلنا بحكم مهنته معرض لكل المخاطر إنما الأهم حماية المدنيات على وجه التحديد. يمكن أن يطلق على النساء اللاتي لا يشتركن في أعمال القتال وصف غير المقاتلات أو المدنيات ويوفر القانون الدولي الإنساني في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، أو الذين كفوا عن المشاركة فيه، وتبين المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع عددا من الأفعال التي يحظر ارتكابها في جميع الأوقات ضد جميع هؤلاء الأشخاص، ويقرر البروتوكول الإضافي في مادتيه الرابعة والخامسة ضمانات أساسية لمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم سواء كانت حريتهم مقيدة أم غير مقيدة، وفي أوضاع النزاع المسلح الدولي، ترد أحكام حماية المدنيين في اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تتضمن عددا من الأحكام المحددة لحماية المرأة في هذه الأوضاع، ويكرر البروتوكول الإضافي الأول الحكم الذي يقضي بالفصل بين أماكن إيواء الرجال والنساء الذين قيدت حريتهم. كما يقضي فضلا عن ذلك بان يوكل الاشراف على النساء اللاتي قيدت حريتهن لاسباب تتصل بالنزاع المسلح الى نساء. وقد يشكل الاعتداء الجنسي وغيره من اشكال الاعتداء الموجهه تحديدا الى النساء المدنيات اثناء النزاع المسلح جزءا من استراتيجيه مقصوده لقمع او معاقبه السكان المدنيين او معاقبتهم. كما قد يكون أو على الأرجح قد يكون أنا برأيي نتيجة لفشل القادة العسكريين في فرض الانضباط على أفراد قواتهم ويحظر الق... ويحذر القانون الدولي الإنساني أي اعتداء يقع تحديدا على شرف المرأة بما في ذلك الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو أي صورة من صور خدش الحياة موجب الاتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف والبروتوكول الأول أخيرا ملاحظة عن الاغتصاب كوسيلة من وسائل الحرب سجلت حالات اغتصاب وإذاء للنساء فيما يقرب جميع حالات النزاع المسلح الحديثة سواء منها الدولية وغير الدولية ولا شك أن الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي شكل آخر من أشكال خدش حياء المرأة هي افعال محظوره بموجب القواعد الدوليه التي تنظم اداره الاعمال القتاليه. ومع ذلك، وكما اتضح بجلاء من الحروب التي دارت سابقا في رواندا واقليم يوغوسلافيا السابقه، وحاليا في اوكرانيا وفي غزه، فان استخدام الاغتصاب كوسيله حربيه لا يزال شائعا. ففي حاليا حكما في الحالتين الاخيرتين الموضوع يحتاج الى تحقيق دولي الى محكمه جنائيه دوليه كما حال الحالتين السابقتين كان صدرت احكام من المحكمه الجنائيه الدوليه ففي كلتا الحالتين الاوليتين جرى اغتصاب النساء والفتيات بشكل منظم ومضطرد الامر الذي يدل بوضوح على ان الايذاء الجنسي كان جزءا من نمط أوسع للحرب استخدم بغرض النيل من كرامة الخصم وتدمير كيان العدو ومعاقبته ومكافأة أفراد القوات العسكرية وقد كانت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأها مجلس الأمن بالأمم المتحدة للنظر في عواقب النزاع اليوغوسلافي قاطعة في إدانة مثل هذه الفظائع بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على امل ان تتخذ نفس الاجراءات ونصل الى نفس النتيجه فيما خص الصراعين الدائرين حاليا سواء في اوكرانيا او في غزه. ومن هنا فان القانون الدولي يحمل مرتكبي هذه الافعال المسؤوليه كافراد، كما يحملها لرؤسائهم الذين لم يتخذوا اجراءات لمنع هذه التجاوزات. والاغتصاب ليس حادثا عارضا اثناء الحرب. فاستعماله الواسع للانتشار في أوقات النزاع المسلح يعكس ما ينطوي عليه من رغبة بالنسبة للمرأة كما يعكس عفوا ما ينطوي عليه من رعب بالنسبة للمرأة كما يعكس الإحساس بالقوة الذي يعطيه للمجرم ويعبر عما يكنه من احتقار للضحية كذلك يعكس استخدام الاغتصاب في المنازعات الإجحاف الذي تعاني منه المرأة في جميع مجالات حياتها تقريبا وسيستمر حدوث مثل هذه الفظائع ما استمر التمييز المتوطن ضد المرأة وما استمرت الإرادة السياسية لمنعه غائبة وما استمر المجرمون يضمنون الإفلات من العقاب للأسف هذا في مخص المحاور الثلاثة كينا عن الاغتصاب كوسيلة من وسائل الحرب هلأ هون الاستنتاج الشخصي مش كمان الشخصي بمعنى الشخصي الاختلاف الثقافي والصراع الفكري الاجتماعي هيدا العنوان اللي اعطيته له المحور ما قبل النهايه النقاط اللي بدي ناقشها هي اجمالا الفصل بيناتها هي فصل تدخل في اطار الفصل الاكاديمي والا هي متداخله يعني في عندنا اول ناحيه القوانين سواء الدوليه او الوطنيه هي ولا سيما عم نحكي على مستوى القانون الدولي، القوانين عندما يتم وضعها تكون نتاج للحقوق الطبيعية للإنسان. مثل أولها أو على رأسها الحق في الحياة. الحق في حرية الدين والمعتقد. إلى آخره من سائر الحقوق. فإذا القوانين نتاج الحقوق الطبيعية للإنسان. وبالتالي قبل ما نفوت على النقطة الثانية يسمحوا لنا كمان شغله جماعه العلمانيين وحاليا جماعه الافكار ما بعرف شو بدي سميها التي لا تنتمي الى الى الحقوق الطبيعيه او الى طبيعه الانسان الافكار الغريبه التي بدات تدخل على المجتمعات ومحاوله فرضها على الاخرين. مفهوم شو هي؟ ثاني آه، نقطه المؤسسه الدينيه آه، وظيفه الضبط الاجتماعي وتنظيم العلاقه بين الجنسين طيب المؤسسه الدينيه كمان في آه، احصاء آه، مؤخرا صدر عن مؤسسه آه، او معهد نام آه، فور آه، نام آه، استراتيجي استراتيجيك انترناشونال ستاديز في سنغافوره على لجامعه سنغافوره مؤسسه على قدر كبير من الأهمية أه، تبين أنه بسنغافورة نسبة أه، أو مش بسنغافورة عبر العالم نسبة الأشخاص المتدينين أه، تناهز أو تقارب الثلاثة والثمانون بالمئة من معظم سكان العالم بغض النظر عن أنظمة الحكم أه، في الدول أه هي علمانية أم أه غير ذلك طيب المؤسسة الدينية وظيفتها الضبط الاجتماعي وأهمية المؤسسة الدينية آه، الضبط الاجتماعي وليس فق... ليس فقط على مستوى تنظيم العلاقه بين الجنسين، انما الضبط الاجتماعي الذاتي التلقائي الذي يمكن ان يصدر على هذا الشخص. اين تكمن المشكله بين ناحيه القانون او ال... والناحيه السياسيه والناحيه الدينيه؟ آه، عندما يمارس كل طرف من الاطراف او من الافراد او المسؤولين ضمن هذه المؤسسات دوره هذا ما يؤدي إلى انتظام المجتمع وإلى تماسك مجتمعي وهون الناحية الأهم تماسك مجتمعي وتحقيق عدالة اجتماعية يعني وقت عن القوانين مثلا القوانين نحن عم نحكي عن ديمقراطية واحترام للحريات العامة وحقوق الإنسان وأهمها احترام حرية الفكر والمعتقد طيب عظيم كتير منيح طيب وقتها بدهم يجوا نتيجه افكار لا تمس الى الحقوق الطبيعيه للانسان بدي افرضها على غيري او نتيجه لمحاوله يعني في عنا الاستاذنا الكبير البروفيسور العميد فريدريك معتو عنده مؤلفين بهالخصوص اول مؤلف هو مرتكزات السيطره اللي اعتبر فيها باستنتاجه آه أن الدول آه الكبرى تسعى إلى الهيمنة آه أو إحدى مرتكزات السيطرة الأساسية هي الهيمنة الهيمنة العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية إجمالا تراجعت البدل البديل عنها كان الهيمنة الاقتصادية والفكرية آه بقصد آه السيطرة على باقي الشعوب آه ولا سيما الاستفادة واستثمار النواحي الاقتصادية منها الناحية الثانية عندما التي تحدث عنها في كتابه التنشئة على العصبية أيضا البروفيسور العميد معتوق تكلم, تكلم عن عن ناحية بالغة الأهمية أن صحيح ان القوانين آه، معظم القوانين التي هي قو... التي وخ... وخاصه منها المتعلقه بحقوق الانسان هي قوانين على المستوى الدولي وقوانين غربيه انما المشكله تكمن في اسقاطها كما هي على المجتمع معين دون مراعاه خصوصيته كما ذكرنا 83% من سكان العالم متدينين وشفنا كيف و... وتبين معنا انه مجرد فرض قانون او سن قانون او اصدار قانون لا يكفي المهم البنيه الذهنيه طيب آه هون هون الناحيه آه ما يعني في في كمان مثلا قداسه البابا الراحل آه جون بول دو يوحنا بولس الثاني آه دعا الى آه نبذ صدام الحضارات ودعا الى تلاقي الحضارات آه الاخوه الانسانيه بين المسيحيه والاسلام المؤتمر الذي عقد في الامارات بين شيخ الازهر وبين البابا الحالي آه كمان البابا فرانسيس كمان آه كان له آه نواحي عم يحكي عن الناحيه الانسانيه آه القيم الانسانيه الاخلاقيه وعم نحكي عن تنظيم العلاقه في المجتمع آه وعم يحكي آه الى التضامن المجتمعي والى الانفتاح والحوار المشكلة على طول دائما تكمن في الغرب نتيجة فكرة الهيمنة آه رفض بعض مظاهر اللباس مثلا مثل الحجاب أو البوركيني طيب آه وقت حدا بيحط على راسه بني أو أي آه كاب أو أي شيء شيء بيشبه الحجاب ليش هيدا مقبول الحجاب مرفوض هي يعني ليه الغرب عم يقدر يفهم فكره الحجاب مثلا ولا نحن عم نقدر بالشرق عم البوركيني مثلاً طيب وقت السيدة بتلبس بدلة تغطس ما شيء بيشبه البوركيني إذا لبست البوركيني وين المشكلة أو تناول الكحول آه هيدي اللي عم تشكل تنافر بعد بين الثقافتين شرق وغرب وعم تعمل نوع من الصراع بدل من التكامل للأسف آه طيب هيدا في محص الملاحظات في محص على المستوى المحلي قلنا في تمييز بالاسره والمجتمع ومكان العمل الافكار النمطيه الثابته الثقافات والمعتقدات التقليديه عم أه، تاثر كمان على عدم أه، تطور سرعه أه، التطور في مجال حقوق المراه بعدها الافكار هيدي عم أه، تاثر الحاله اللي بدي احكي عنها هون هي حاله واجهتني بالعام 2013 عندما كنت في إطار عمل الشرطة الإقليمية سيدة أو وردني خبر أنه سيدة توفيت نتيجة اعتداء زوجها عليها طيب بشرنا الإجراءات هون بدي أعترف بناحية أوش معنى أعترف؟ قلنا اول شيء انه الشرطه ما بتعير العنف الاسري الاهتمام. أه مش انه انا ما عرت الاهتمام بس بالعاده لانه للاسف هيدي حالات منتشره كثير. السبب اللي خلاني اهتم اكثر وانا اتولى اداره التحقيق شخصيا اخذت ضجه كبيره على المستوى الاعلامي، احد اقرباء الضحيه هو شخص اعلامي اخذت ضجه كبيره، بنفس الوقت حاله التوتر الشديده بين العائلتين اللي كان ممكن توصل لصدام للاسف مسلح بين العائلتين هون اول شغله عملتها اكيد ما احكي بالاسماء ولا بالمنطقه بدل قد ما كان صحيح التحقيق انت وصار من الماضي بس بدل في خصوصيه المفروض نحترمها ونحافظ عليها رجال قوى الامن مقيدون بالسر المهني اول شغله عملتها استدرجت وهون استدرجت بين قوسين يعني ما كنت بتكلف جهد كثير كبير قصد انه لقي طريقه حتى هيجي هو يحضر فيها ويمثل قدامنا على التحية. بنرجع على المبدا انه عدم الخشية من العقاب وفعلا اللي صار انه بعد فتره نتيجه الحكم القضائي تبقى هيدا الوضع القائم بالمجتمع الان تبين انه الشخص اه تم اطلاق سراحه مش باطلاق سراحه حكم بمده ثلاث سنوات على ما اعتقد وتم اطلاق سراحه اعتبر انه مسبب وليس فاعل بشكل رئيسي يعني ما في نيه جرميه او قصديه ب اه بالقتل للاسف اه اللي اه هون قلنا اوقات احيانا يكون اللجوء الى فيما خص ضحايا الجريمه واساءه استعمال السلطه قياسا على هالناحيه بيكون اللجوء الى التحكيم او الوساطه او العرف اللي ساعد على تبريد الوضع الى حد ما قدرنا آه نوصل لحكم من المرجع الديني ناخذ قرار آه من المرجعية الدينية اللي بيتبعوا لها بتتبع الضحية انه يتم الدفن بمكان اقامتها آه او اللي هو مكان سكن اهل الضحية هيدا اللي خفف نوع من التوتر انما النتيجة كانت آه فقدت حياتها ست آه للاسف آه آه رائية محترمة آه آه تهتم ببيتها اسرتها منزلها لحديت هلا ما بقدر انسى الاطفال الخمسه نظرات الحيره والاستغراب اللي كانت موجوده بعينهم يا ريت اوقات بنقدر نعمل شيء يعني لو عيونهم بتحكي اللي كنت عم اشعر فيه وعم احسه كانهم عم يقولوا لي كانه كانهم عم يقولوا فيك ترجع لنا الماما للاسف يعني اكثر من هيك وضع شعور ب... لا يوصف ما في آه... زوج الضحيه آه للاسف آه حاليا يتابع حياته آه كالمعتاد كان شيئا لم يكن تزوج مره اخرى برجع بفكر بهالخمس بنات ما بعرف ما بعرف للاسف هيدي الافكار النمطيه السائده بالمجتمعية اللي وصلت لهم وللأسف كمان باطار التحقيق سيرة الأفكار النمطية السائدة والعادات والتقاليد والثقافات والمعتمدات والمعتقدات البائدة لأنه على طول بنحاول نغلفها بغلاف ديني لحتى نعطيها المشروعية نبرر لحالنا اللي عم يصير للأسف أنه آه يعني كل اللي إجوا تيشهدوا طيب قبل كنتوا بتعرفوا كنتوا تسمعوا مثل ما كنا عم نحكي ليش ما حدا يحكي ليش ما حدا يجيب سيرة هيدا الواقع اي متى بنقدر نطلع منه مشان هيك دكتوره عنا مثل ما كنا عم نحكي آه النظره اللي انا بشوفها هي نظره متشي بعتقد استنفدت كل وقتي وطولت عليكم بس اللي بتمني اكثر انه اكون قدرت اوصل الفكره وتكون بعرف انه في ماده قانونيه جافه بس اللي بتمنى انه تكون بالنهايه على القليله شلحنا بذره فكره عسى ان تنمو في عقول الجيل الجديد تحديدا لعله يكون له الحظ اكثر منا في تسريع عمليه ازاله التمييز والعنف ضد المراه شكرا شكرا دكتوره هنا شكرا لجميع الحضور هل من اسئله؟ شكرا حضره العميد سهيل الكيلاني من لبنان الى العالم كنت معنا بهذه الدوره التدريبيه بعنوان المراه والحقوق عنوانها بالضبط نسيت. المراه وانفاذ القانون حقوق المراه وانفاذ القانون انا بتمنى من الحضور الكريم يطلعوا اكثر على الانبوكس انا بعثت الرابط الخاص بملء الاستماره. ويجب عدم الخروج قبل ملء هذه الاستماره بالبيانات الدقيقه وارجو التاكد من الاسم والصفه لا احد يضع درجه دكتوراه اذا كان ليس دكتورا ونرجو ان استبدالها بالباحث مثلا وان نهتم بكتابه كل البيانات على مسؤوليتكم الشخصيه لان هذه البيانات ستتحول فيما بعد الى الشهاده التي ستحصلون عليها بعد اسبوعين تقريبا او اكثر بحسب انجاز المركز الديمقراطي العربي لهذه الشهادات في برلين من إدارة التدريب أتشكركم مجددا على حضوركم لهذه الدورة وأيضا أتشكر حضرة العميد لقد أتعبناك قليلا أنه شهر رمضان المبارك وأعاده الله علينا بالخير والبركة على الجميع ونتمنى أن يكون شهر الخير فضيل على كل شعوب الارض وان تعم العداله والحقوق والسلام وخصوصا في فلسطين المحتله وفي كل الاراضي العربيه. هل من اسئله؟ انا اللي عندي سؤال تفضل معلش في ناحيه لانه كانت حاطتها سقطت سهوا قديش معي وقت أقدر؟ من معك دقيقتين تفضل بس <applause> طيب لكن على هالمعدل بحق لي حاسبك بال 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 بالمداخلات اللي هيدا ووقت مستقطع مثل ما بيقولوا <applause> تفضل طيب قلنا نحن عن التحفظات اللي وردت في مخص اتفاقيه البرقه وكثره التحفظات حكما قلنا التحفظات اخذت طابع سياسي أه وحكما أه تنكون واضحين اكثر هي اخذت طابع أه مش بس سياسي وطابع يدخل ضمن المعتقد يعني اكثريه الدول المتحفظه صراحه هي من الدول الاسلاميه ومثل ما قلنا أه تنطلق من ناحيه المعتقد أه هون بدي وضح الناحيه في من خلال كتاب بتصور بتعرفيها الكتاب دكتوره هنا، الله وحقي اللي عامل هالكتاب هو احد المشايخ الازهريين او المتخرجين من الازهر في كليه الشريعه والقانون ومعروف عن الازهريين بانفتاحهم وسعه افقهم. أه تحديدا ليش قصه اخذت الطابع السياسي؟ اجمالا اللي بيصير انه هي نوع من ما يسمى بالقوامه. حسب الشرع الاسلامي. القوام وهون بيوضح الكاتب انه القوامه ليست هذه القوامه هي قهر وعنف وتعصب واذلال لها. لا بل هي قوامه لاداره دفه حياه العائله. كالسفينه اذا كان فيها ربنان قد يختلفان في كيفيه سيرها فتغرق وتغرق كذلك الحال هنا. فاذا و ما راح احكيهم كلهم بس في مخص القوامه يوضح الكاتب يوضح الكاتب بانه القوامه لا تعني القهر والعنف والاذلال والسيطره على المراه وفرض الراي والتحكم بها بل تعني بشكل الرجل مفروض على الرجل او انيط بموجب الشرع على الرجل مسؤوليه الانفاق والصرف على المنزل دون المراه حتى وان كانت المراه موسره وتتمتع بموارد ماليه ضخمه ولديها امكانات وشركات واعمال تديرها ليست مجبره على الصرف وان فعلت ذلك تفضلا او مشاركه للرجل لا يمنع من استمراره في في العمل للانفاق على منزله هون كمان بدي وضح ناحيه هون أه بتقديم اللي قاله البروفيسور أه عاطف عطية المدير الأسبق لمعهد العلوم الاجتماعية أه الفرع الثالث بتقديمه للكتاب أه قلنا نحن كمان أهمية الناحية الدينية كمؤسسة من مؤسسات الضبط الاجتماعي من أجمل ما قرأت في هذا الإطار أه أن لكل عفوا للشيخ عمر الكيلاني مؤلف الكتاب ان لكل منا دينه فهنيئا له به والاختلاف في الدين او المذهب لا يفسد للود قضيه وطنيه لهم دينهم ولا ندين ولكل ان يصلي على دينه وحتى ان يبشر به ذلك انه من حق المسيحيه والاسلام ان يبشر كل واحد بدينه ويعرضه عرضا سليما كي يبقى او يرفض بلغه العقل والمنطق هذا الكلام الحضاري والمنفتح والمتجاوز هم بقى الرأي علم اجتماع المعرفة صار بهالإطار في نقول اجتماع المعرفة اللي يديه الدكتور عطية أو البروفيسور عطية هذا الكلام الحضاري والمنفتح والمتجاوز لكل ما يمكن أن يعيق التآلف والتآخي بين الناس على اختلاف انتماءاتهم يفسح في المجال للعيش في الحرية وللتحرك في رحاب الحرية وللإبداع في مناخ الحرية ذلك أن ترك الأمور للناس حسب ما تريد وتقتنع ليس من اجل التبشير فحسب، وان كان هذا تحصيل حاصل مناخ الحريه، بل من اجل طرد الخوف من الاختلاف على اي وجه كان دينيا او فكريا او فلسفيا او ادبيا ورياده في كل جانب من جوانب الابداع الانساني. طيب هون بهالناحيه هيدي اللي عم نحكي عنها اللي هو الفصل الاول للمراه مثل ما قلنا بالكتاب اللي برز فيه راي المؤلف، حكينا فيه عن القوامه، بموجب الشرع الاسلامي ايضا وايضا بموجب الديانه المسيحيه حنعطي مثلين بموجب الديانه المسيحيه او الديانات السماويه المسيحيه والاسلاميه تحديدا دعت الى احترام المراه ككائن كانسان لها الحق في الحياه السيد المسيح عندما اراد الناس رجم الامراه نظر اليهم وقال من كان بلا خطيئه فليرميها بحجر، فاذا هون السيد المسيح حافظ على انسانيه المراه وحقها في الحياه. حسب هيدي اعطيتها كمثل لانه اجمالا الديانه المسيحيه اهتمت اكثر بالناحيه الروحانيه والمعتقد. بالديانه الاسلاميه ما في شيء بيمنع أن المرأة يكون عندها الحق، يعني عم نحكي عن الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، ما في شيء بيمنع المرأة أن يكون عندها أو السيدة يعني أو الإمرأة أن يكون عندها آه تجارتها، أن يكون عندها مواردها الاقتصادية، أن يكون لديها عمل آه وهناك أمثلة عديدة في التاريخ ولكن كما سبق وذكرت مسألة القوامة تتعلق ب بما فرض على الرجل بالانفاق على المنزل هي مسؤوليه الرجل اوكي فاذا آه كما سبق وذكرت آه في السياق المشكله دائما كيف نعمد الى تغليف آه العادات النمطيه والافكار النمطيه وكل ما هو سيء لدينا بغلاف ديني لكي نبرر لانفسنا آه استعماله واضطهاد المراه واحد من هذه الأشياء. أتمنى أن تكون وضع وضحت الفكرة أكثر. شكرا حضرة العميد سهيل الكيلاني كنت معنا من بيروت لبنان من إدارة التدريب في المركز الديمقراطي العربي نوجه تحيه لكل من تابعنا في هذه الدوره الخاصه بعنوان حقوق المرأه وإنقاذ القانون عفوا إنفاذ، إنفاذ. انفاذ القانون او تنفيذ القانون صحيح أه وحضرتكم باحث في مجال الشرطه المجتمعيه ومحاضر سابق في الكليه الحربيه في لبنان وتخصنا دائما ويشرفنا حضوركم معنا في اي وقت في اداره التدريب وفي المركز شكرا لكل من تابعنا اشدد ان لا تنهوا مشاركتكم معنا قبل ملء الاستبيان او الاستماره التي وضعت الرابط لهذه الاستبيان لهذا الاستبيان من اجل الحصول على شهاده في خاصيه التشات ارجو منكم ان تتابعوا هذا الرابط فورا لان عند انتهاء هذه المحاضره سينتهي الوقت من ملء هذا الاستبيان لن يكون لديكم الفرصة للحصول على شهادة سوى الآن، فهل هناك من سؤال حول الاستبيان أو حول أي محور تطرق إليه حضرة العميد في المحاضرة أو في الدورة؟ آه أنا بدي استغل الظرف وعيدكم وإن شاء الله يكون يا رب رمضان كريم على الجميع ويكون خير يا رب على كل الشعب واللبناني بالاخص ونعيد عليكم يا رب خير وبدي اشكر حضره العميد وحضرتك دكتوره هنا وميرسي كثير على كثير وبنتمنى تنفيذ اللي نقال كله ميرسي كثير شكرا شكرا لحضرتك سيده روز طنوس الان في الاستاذه سمره او فر فرحتية ما بعرف اذا الاسم مزبوط قد دخلت الان ونحن ننتهي الان من دورتنا لقد تاخرت للالتحاق بنا نتاسف لذلك ونبقى دائما على موعدنا الاثنين اللاحق بدوره جديده تابعونا وتابعوا صفحات المركز الديمقراطي العربي لكم منا تحيات مسائية مفعمة بالعطاء وبالمحبة وبالسلام دكتور حضرة العميد هل من كلمة أخيرة قبل الانتهاء؟ أكرر شكري وتمنياتي للجميع بشهر مبارك وأيضاً ما يبشر بخير عسى ان سوف يكون تزامن الاعياد مع بعضها عسى ان يكون مؤشرا يعزز التماسك المجتمعي او اللحمه المجتمعيه بشكل افضل مع مشاركه او الاعياد وتصبحون على خير جميعا شكرا حضرة العميد أشكر أكيد كل المديرين وكل المسؤولين في المركز الديمقراطي العربي وأخص بالشكر رئيس المركز الديمقراطي العربي دكتور عمار شعران وأيضا الرئيس الذي لا يتعب من تنظيم هذه الدورات <applause> الإلكترونيا وإن كان أيضا معنا دائما في كل محاور الدورة دكتور كريم عايش أيضا المدير تحياتي من المغرب ولكل المديرين دكتور أحمد بوكو وغيره أيضا وفي النهاية تفضلي دكتورة فيكي تريدين أن تقدم اي مداخله اهلا وسهلا بالجميع ان كنتم شاركتمونا هذه الدوره على صفحاتنا عبر جوجل على صفحات يوتيوب او على ايضا كما نقول على الفيسبوك وكل صفحات المركز الديمقراطي العربي، شكرا للتعليقات التي وردتنا الان في خاصيات الشات. شكرا لحضرتك دكتوره ريكي مراعي ونتمنى للجميع شهر فضيل. وشكرا لكم الى اللقاء الى اللقاء الى اللقاء بونسوار يعني فعما كتير مهمة وناجحة وطريقة الأناليز كانت كتير سلسة ومنطقية ودكتورة هنا كانت ليدي بكل معنى الكلمة بي بي بال وقت اللي المداخلات اللي تعملها أنا كان ممكن شارك بس كان عندي بروبلام بالميكرو هيك كتبت فبعتذر عن هالشي بس الكومنتاخ اللي, اللي اللي راح أعملها راح حتى بكرة على المركز الديمقراطي العربي بس بتأمل يوصل المساج مرسي كتير وكل احترامي لكم وبالفعل كان إن قانونية بس طريقتك بال... بال بال يعني بالطرح كانت غطت على الطريقة القانونية الجامدة عرفت كيف تعيش القانون كل احترامي لكم